مساكن ما عرفوش كيفاش وقع عليهم هذا الشيء هذا. سكر وشاي هنايا. لا 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 ماشي شغلنا، راه مساكن ما عرفوش هاد الناس كيفاش وقع عليهم هذا الشيء هذا. حتى واحد ما فهم شي حاجه. حتى شفنا الحريق راه كاينه، جاو رجال المطافي، جات السلطه المحليه، جات كل شيء، راهم كيتعاونوا. كاين الخسائر عند الناس كاينه، عط الله الخسائر. راه مساكن كيتبكاو بولادهم. راه وليداتهم عائلات كبار كاملين كلشي عيان وخدامين لداخل باش كيديروا مساكن، وهذا هو اللي غنقول لك. حنايا من الناس المتضررين من هذا الحريق اللي وقع في الامس اليوم في سوق دوار جديد، فجأة مع قربة العصر تفاجئنا بحريق شايع في السماء، الناس كلشي تصدموا، حتى واحد ما قدر يدارك الموقف، كان الريح اتجاه التيار، وقع ما وقع، جاو الناس ديال البومبيه داروا محاوله ولكن كانت فاشله 100%. الناس ديال السوق ديال الصالحين ديال دوار جديد، التجار بصفه خاصه راهم متضررين من هذا الحريق بواحد الصفه ديال 100% في ظروف يرثى لها. دابا كنطلبوا من السلطات المحليه التعاون مع هاد الناس وتمد لهم يد المساعده وتوجه لهم الدعم المناسب المعنوي اولا والمادي ثانيا. ما كنشوفوا غياب الاليات هنايا، لان كنشوفوا الكميوات كلهم جاوا هنا كيطفيو وخوهم الماء، ولكن كاين واحد الخلل. هذا الخلل شنو هو؟ هو ان ما كاينش ديفان لتحت باش يطفيو هاد الشيء هذا، وهاد العافيه هذه ميراوتيكا كتوقع. ما كنعرفوش واش هاد الشيء كيدير بالعاني ولا شي واحد عنده شهاده بان السوق يتحيد من هنا، لان كل عام كيتحرق هذا الشيء، والناس كتمشي رزقها هنايا، والناس راه غادي يموتوا هنا، وراه عباد الله كتطفي التيوات من الفوق، والحوانت كيريبوا، وعباد الله كتخلط الحوايج، كاين اللي ساكن هنايا مسكين، وكاين اللي عايش عنده اربعه النفوس كيخدم عليهم، وراه حشومه شي كيوقع، هذا الشيء راه الشوهه، راه بركه، وكل عام كيتحرق هذا الشيء هذا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.